أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يرد على من يقول بأن الآيات التي فيها الحكم بالكفر على المشركين بأنها خاصة بمشركي قريش ولا يجوز إنزالها على مشركي هذا الزمان؟ يعني القرآن مقصور على الأولين فقط، القرآن للناس إلى أن تقوم الساعة، هذا القول باطل بل هو كفر والعياذ بالله. وصف للقرآن بالنقص، وصف للقرآن بالنقص، وأنه لا يعني إلا كفار قريش، من يقول هذا؟ نعم.